استقبل مركز الإصلاح والتأهيل بدر وفدا من المجلس القومي للطفولة والأمومة للاطلاع على مرافقه ومنشآته وبرامج الإصلاح والتأهيل، وهو ما يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقبية الحديثة. منذ أن أنشأت وزارة الداخلية مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي أحدثت نقلة كبيرة في منظومة السياسة العقابية، وهي محل اهتمام المنظمات الحقوقية والإنسانية للاطلاع على مرافقها وأساليب وبرامج التأهيل المطبقة داخلها. من هذا المنطلق استقبل مركز الإصلاح والتأهيل بدر وفدا من المجلس القومي للطفولة والأمومة. قام الوفد بجولة داخل المركز الطبي، والذي يعد نموذجا فريدا في تقديم الرعاية الصحية الفائقة للنزلاء والنازلات، بتجهيزاته الطبية المتطورة وقدرته على التعامل مع كافة الحالات المرضية. وتطبق وزارة الداخلية برامج تأهيلية متطورة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وهو ما بدا واضحا في إصقال مهارات النازلات الحرفية واليدوية، حيث شهد الوفد مشغولات النازلات اليدوية التي تتسم بدقتها وجودتها، وكذا المهارات الفنية المتنوعة وفصول محو الأمية. أنا مبسوطة إن أنت جاية تتعلمي النهاردة هنا عشان ما تطلعي تعرفي تعملي تعوضيهم على اللي أنت ما عرفتيش تعمليهم. وتفقد الوفد أماكن إقامة النازلات التي تراعي المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، والتي جهزت أيضا للنازلات الحاضنات، وكذا الحضانة المجهزة لأطفال النازلات كأحد أدوات الرعاية الاجتماعية المقدمة للنازلات، وهو ما أشاد به أعضاء الوفد. زي ما فخامة السيد الرئيس قال إن اللي بيعاقب مش لازم يعاقب مرتين، كفاية إن هو بيحرم من حريته. فاللي حصل دلوقتي واللي أنا شفته النهاردة هو حقيقي تحقيق وتجسيد للي بيتقال، إن إحنا لما قفلنا السجون اللي موجودة في المحافظات عملنا مراكز للتأهيل. اللي شفته النهاردة حاجة رائعة جدا بالنسبة للسيدات النازلات، بالنسبة لأولاد النازلات، منتهى الرعاية، مهارات عندهم تعلموها. كون وزارة الداخلية تهتم ببعد إنساني ومسألة النفسية والاجتماعية للأطفال، إنه ينشأوا بيئة آمنة، تأهلهم نفسيا في وجود أسرهم في مكان صالح بمثل هذا الشكل، ده حقيقة إنجاز يحسب لوزارة الداخلية المصرية. لو تعبت في أي وقت الدكتور موجود، العلاج موجود. أنا عن نفسي لو تعبت في أي وقت الدكتور بيجيني والعلاج بيجيني بانتظام. وبنوجه الشكر للرئيس، ربنا يخليهولنا يا رب، حتى في المناسبات بيجيبوا لنا لبس لعيالنا. أنا بشكر الرئيس السيسي اللي هو عامله معانا ومش مخلينا محتاجين أي حاجة ولا أطفالنا محتاجة أي حاجة. مراكز الإصلاح والتأهيل هي ترجمة واقعية لمنظومة عقابية من منظور إنساني واجتماعي، تسهم في تأهيل النزلاء وبناء قدراتهم وتقويم سلوكياتهم وإعدادهم لبداية حياة جديدة.